السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث 24 ساعة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. السيسي وبايدن يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. محكمة العدل الدولية تفرض إجراءات طارئة على إسرائيل. مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين بغزة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي بان الاتصال تناول الاوضاع الاقليمية في الشرق الاوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف اطلاق نار انساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والاسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة. وحرص الرئيس السيسي على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشددا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف. من جانبها أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وجدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا من استمرار الحرب في غزة، مؤكدا أنها ستؤدي إلى تداعيات كبيرة على أمن الإقليم. وشدد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا على ارتباط مساعي استعادة الاستقرار وتحقيق العدل بالتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبها أشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بالجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، وتواصل مصر مع جميع الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة. كما تناول الاتصال سبل دفع علاقات التعاون المصرية الإيطالية إلى آفاق أرحب بما يتفق مع العلاقات التاريخية للبلدين. أكدت محكمة العدل الدولية صلاحيتها واختصاصها وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية بالنظر في الدعوى ضد إسرائيل، مشددة على أنها لن ترفض القضية. وطلبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية. خلال قراءة الحكم الأولي في الدعوة القضائية المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، رفضت المحكمة طلب إسرائيل بإلغاء قضية جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وخلال جلسة المحكمة المنعقدة في لاهاي، قالت القاضية جوان دونغو إن المحكمة ترى إنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة. بالنظر إلى هذا الاستنتاج، فإن المحكمة ترى أنها لا تستطيع أن توافق على طلب إسرائيل بشطب هذه القضية، والمحكمة تنظر بعد ذلك مسألة جنوب أفريقيا وتلاحظ أن هم لم يرفضوا أي مما تم تقديمه من قبل جنوب أفريقيا في هذه القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية ملحقة ومعاقبة الإبادة الجماعية في حالة
ميانمار، فإن بنود اتفاقية الإبادة الجماعية قد تم رفضها. وأكدت محكمة العدل الدولية أن الفلسطينيين هي مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أقرت بأن إسرائيل انتهكت هذه الاتفاقية. بما أن الهدف من الاتفاقية بشكل عام هو منع التدمير المعني والمتعمد لمجموعة ما، ولذلك الضرب يجب أن يكون ملحوظ على المجموعة ككل. الفلسطينيون يبدو أنهم يشكلون مجموعة وطنية عرقية أو دينية محددة، ولذلك هي مجموعة يحميها مادة رقم 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية. والمحكمة ترى أنه وفقا لمصادر الأمم المتحدة فإن الفلسطينيين في قطاع غزة يشكلون 2 مليون شخص، والفلسطينيون في قطاع غزة يشكلون جزء أساسي من المجموعة المحمية بهذه المادة. محكمة العدل الدولية أوضحت أيضا أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفة أن للمحكمة الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعلى كافة الدول الأعضاء للالتزام بحكم المحكمة. المحكمة رأت أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي فإسرائيل يجب عليها بما يتفق بالتزامها وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة أن تتخذ كل الإجراءات في سلطتها لمنع ارتكاب كل أعمال الإبادة الجماعية وكل الأعمال المذكورة في المادة رقم 2 من الاتفاقية، خاصة قتل مجموعات وأفراد من مجموعات أو التسبب في ضرر هائل لأفراد تلك مجموعة، أو بشكل متعمد منع ظروف معيشة هؤلاء الأشخاص والتدمير المادي للبنية التحتية، أو فرض إجراءات تمنع المواليد في هذه المجموعات. وبتأييد أغلبية الأعضاء قررت محكمة العدل الدولية قبول طلب جنوب إفريقيا باتخاذ التدابير المؤقتة العاجلة في غزة، والتي تتضمن وقف جميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات، وإلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير التي أقرتها لحماية الفلسطينيين. أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم تعد انتصارا للعدالة، وأشار رامافوزا خلال مؤتمر صحفي إلى أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية وأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وأضاف رئيس جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان. أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن ترحيب بلاده بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ودعا المالكي جميع الدول ومن بينها إسرائيل إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. وأشار المالكي إلى أن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. بدورها اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قرار محكمة العدل الدولية تطورا مهما يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، ودعت حماس لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة. كان أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس قد أعلن في وقت سابق أنهم سوف يلتزمون بقرارات محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة تمثل انتصارا للقيم الإنسانية، وأكد أبو الغيط أن هذه القرارات قد حسمت الجدل المثارة حول ما تمثله الحرب من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد أبو الغيط على اعتبار أن التدابير الطارئة التي فرضتها محكمة العدل على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة يجب أن تنصاع إليها قوة الاحتلال، وأن هذه التدابير المؤقتة تعد أيضا التزاما على عاتق المجتمع الدولي للعمل بفعالية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة. وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية. وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مناقشة محكمة العدل الدولية لمزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل، وذلك على حد زعمه. وتوعد نتنياهو بمواصلة الحرب ضد المقاومة الفلسطينية حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن، مشيرا إلى أحقية بلاده في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. أعلنت واشنطن أنها ستعلق مؤقتا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية ل12 من موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تعليق التمويل سيستمر لحين الانتهاء من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها. أعلنت وزارة الصحة في غزة نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي. من جانبه دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا الأوضاع في غزة بالجحيمية. الناجون في غزة بين مطرقة البرد وسندان المجاعة، ففي كل يوم يزداد الحال سوءا لاستمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن الطقس الشديد البرودة والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب غير صالح للعيش والحياة على الإطلاق، وأن معظم سكانه ليس لديهم ما يكفي من ملابس أو أغطية. منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الوضع الغذائي في شمال غزة مروع تماما، وأن حشود الفلسطينيين في القطاع باتوا جوعى ويائسين وبدا عليهم الهزال من الجوع والمرض. من جانبه دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل حقيقي للصراع في مناشدة، حيث وصف الأوضاع في غزة بأنها جحيمية. Because of my own experience that أنا مؤمن حقيقي بسبب تجربتي الخاصة بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، مزيد من الكراهية، مزيد من العذاب والدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا. أعتقد أنكم جميعا تتحدثون عن حل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي قبل أن ينهار، لأن الوضع الحالي تعجز أمامه الكلمات. مدير شؤون الأونروا أكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة متدهور ومروع، ولم يرى هذا المستوى من الدمار من قبل في تلك المنطقة الصغيرة،
مشيرا إلى الانهيار التام الذي آلت إليه المنظومة الصحية، حيث أصبحت العمليات الجراحية بمستشفيات غزة تجري دون تخدير. ويعاني معظم سكان القطاع وعددهم حوالي 2.3 مليون نسمة زحاما شديدا في خان يونس وبلدات شمال وجنوب المدينة، بعدما نزحوا من النصف الشمالي من القطاع في وقت سابق خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط لويس ميغيل بوينو في تصريحات خاصة لقناة نيل الأخبار أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الفلسطينيين. وشدد بوينو على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية دائمة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حل الدولتين هذا هو التركيز اليوم. ما هي الأسس، ما هي الأدوات ليس فقط للاتحاد الأوروبي وإنما لشركائنا في المنطقة لإقناع إسرائيل وإقناع الفلسطينيين للمضي قدما نحو هذا الحل؟ لا يوجد بديل آخر، حل دولتين. هذه هي المبادرة بكل بساطة، وبدأ هذا الاجتماع اللي صار في بروكسل قبل أيام كان نوعا ما بدأ هذه المناقشات الهامة بحول هذا الموضوع. قام سفير فرنسا الجديد لدى مصر إيريك شوفاليه بزيارة لمدينة العريش، وأشاد السفير الفرنسي بالعمل الذي يقوم به موظف ومتطوع الهلال الأحمر المصري، وذلك أثناء زيارته للمركز اللوجستي التابع لهم. الرول لإيجيبت طبعا هو معني بيشكر القيادة المصرية والتعاون اللي تم لوجود السفينة لوكس مود لأكثر من شهرين، قدمت فيها المساعدة لأكثر من 100 مصاب سواء من الأطفال أو الرجال أو السيدات. موجود معنا قائد وقبطان السفينة وكان متواجد هنا لمدة 2 شهر، كان بيعمل هو الفريق بتاعه على تقديم المساعدة للمصابين. طبعا في نوع من التنسيق ما بين دولة فرنسا والسفارة الفرنسية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإرسال مساعدات إلى الجانب الآخر، وإن ده حتى بعد ما السفينة هتسافر بإذن الله وتحرك غدا مازال العمل مستمر والتعاون مستمر لدعم الاستجابة في غزة خلال الفترة. الزيارة اللي تمت لمخازن أو منطقة لوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، هو شايف قد إيه طبعا العمل صعب وقد إيه فيه صعوبات كتير بتواجهنا. العمل ليل نهار، الفريق عمل من متطوعين ومن موظفين اشتغل أكتر من 24 ساعة بشكل متواصل لإرسال المعونات والمساعدات إلى الجانب الآخر، وده اللي بيأكد بعد الزيارة دي استمرارية الدعم للهلال الأحمر المصري لاستكمال مهمته في إرسال المساعدات. وبيشكر الهلال الأحمر المصري على الدور العظيم، بيقول إن عملية الدعم بتتم داخليا وخارجيا سواء للفريق اللي بيشتغل هنا أو اللي بيشتغل في غزة أو من خلال الأردن، وإن استمرار عملية الدعم قائمة بشكل أو بآخر، لأن هو الهدف إن هم يقدموا المساعدة للاستجابة للأزمة دي. المحاور الأساسية اللي هيتقدم فيها الاستجابة كانت من خلال السفينة قامت بإجراء أكتر من 100 عملية جراحية لمساعدة المصابين اللي موجودين هنا. مع انتهاء مهمة السفينة غدا لن ينقطع العمل، ولكن هيكمل من خلال التبرع اللي تم الدعم به من أدوات طبية ومستلزمات لعلاج أكتر من 500 شخص مصاب، مجموعات من الخيم وسلات غذائية ومستلزمات طبية لتقديم المساعدة للفلسطينيين. العمل هيمتد بشكل أكبر، لسه طبعا في مجالات أخرى للعمل، مازال فرنسا بتسعى للدعم بشكل أكبر لتقديم الخدمات لأهالينا في غزة. ما يرى أن طبعا في تحديات كتير جدا، وإن هو بالجهود اللي هيعمل عليها الجميع سواء من خلال دعم الدولة في فرنسا أو بالتنسيق مع الجهات التانية إزاي يقدر يخلي الأعداد دي تزيد ونرفع مستوى الاستجابة للأكثر احتياجا في الجانب الآخر. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
استمرارا لعمليات الاقتحامات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع حربه على قطاع غزة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وحصرت قوات الاحتلال مواقع عدة في طوباس، كما نشرت القناصة في بعض المباني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند مدخل المخيم. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحة المهدة وسط مدينة بيت لحمة، واعتدت على أفراد الشرطة الفلسطينية الموجودين في المكان. وتعتبر ساحة المهد أحد المعالم الرئيسية التابعة للسيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن عمليات في مدن وقرى عديدة في الضفة المحتلة، حيث قتل فلسطيني وتم اعتقال 16 آخرين. من جانب آخر، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذروا من أن القادة السياسيين قد يتسببون في انتفاضة ثالثة بالضفة بسبب قرار منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل. فتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. احتفالا بالعيد 72 للشرطة، قدمت وزارة الداخلية الهدايا للمواطنين في الشوارع والميادين، كما أمدت وزارة الداخلية المواطنين بإرشادات للتوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها. على أنغام فرق موسيقات الشرطة احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. شعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. كل سنة طيبين، وشرطتنا بألف خير، ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حصن امان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، واجمل حاجة في البلد هي الامان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب ان شاء الله. الاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952 وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم على كل اللي بتعملوه معانا، كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم رايه لجيل، حسيت نفسك
الشرطة أحسن ناس وهم اللي حاميننا وربنا يبارك فيهم يا رب ودايما بننصر مصر. نتمنى لمصر كل الخير إن شاء الله وربنا يوفقها بقيادتنا السياسية وإحنا وراك يا ريس إن شاء الله. مصر وراسه الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. شايلنا على كتافكم وحاميننا من كل حاجة والله. طول عمر الشعب ده إيد واحدة طول في البط واليوم الدين. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي، حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتم طيبين وعيد عليكم الأيام بخير ودايما معانا ودايما حمينا. تحيا مصر ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى وجميع الأنحاء شديد البرودة ليلا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي استعراضنا لأحداث يوم مضى من خلال أحداث 24 ساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.